انا عايزه ارجع مره تانيه دكتوره سهير، الثقافه دي، ثقافه الاستمتاع بالحياه وثقافه انا مش هنكر السن هو موجود في الاخر هو رقم، بس ازاي استمتع بحياتي برضو في المقابل، بحس ان انا ما ينفعش تبقى زي ما حضرتك قلتي 46 50 سنه وبتقول ان هو كده خلاص مجرد سن الياس، واصلا يعني الله يسامح اللي حط التسميه دي لانه تسميه غير عادله. ما دي تسميه ثقافيه يا مخد... يعني عارفه لان كانت النظره الصوره الذهنيه عند المراه عن المراه اقصد كانت الانجاب. ايوه. فالصورة الذهنية دي ترجمت إلى سن اليأس. إنه مهمتها خلصت لما مهمتها خلصت معايا. فعشان كده ارتبط سن اليأس. حضرتك بتقولي ثقافة، الثقافة إيه هي؟ هي أسلوب حياة معايا. فأنا أسلوب حياتي إن أنا مثلا أبقى طموحة، أبقى متصالحة مع نفسي، أبقى بحاول أطور نفسي، أبقى أنا بغير في بحاول بقدر الامكان اتعلم من المهد الى اللحد. مفيش حاجه اسمها بتقف. يعني حتى بيقول لك اسعى يا عبد كانك هتعيش ابدا ويعمل لاخرتك كانك هتموت غدا. خلاص. فاذا لو احنا طبقنا دي على اسلوب الحياه فانا مش هرتبط بسن، انا هرتبط بمراحل. وكل مرحله لها متعتها. مرحلة الطفولة متعتها وامتدادها هي الشباب، وبعدين بعد كده نقول ايه النضج الكامل اللي بيحصل. بس ما تجيش بقى اقول انا في سن الستين خلاص هبقى اقعد ابكي على مرحله الطفوله والشباب. هي هنا بتيجي فكره انكار الست اصلا للمتغيرات اللي طرأت على شكلها، وممكن على تركيزها احيانا، على قدرتها الجسديه في بعض الاحيان برضو. الرفض والانكار ده بيفضل عقبه دايما بينها وبين ان هي تستمتع بحياتها في المرحله الجديده. يعني انا لو سالت حضرتك يا دكتوره سوير، حضرتك عندك كام سنه؟ انا واثقه انك هتردي عليا بمطلقة. بص هقول لحضرتك انا فوق الستين. معايا كويس. انا لا اعترف بالرقم اللي هقوله لك اللي هو مكتوب لي في شهاده الميلاد. عظيم. لكن اعترف بالمراحل اللي انا مريت بيها. حلو. أنا في المرحلة دلوقتي كما يقال عنها كبار السن، ولكن كبار السن بتختلف أنماط في داخل كبار السن. بتعملي إيه لو تشرحي لنا يوم في حياة الدكتورة سهير بتبدأي إزاي؟ رشاقة ما شاء الله وتركيز الله أكبر. أقول ما ده بقى إيه؟ مهتمة بصحتك. أقول لحضرتك يومك عامل إزاي؟ أقول لحضرتك ده ليه؟ لأن الزميلة قالت لي الثقافة، لأن هي الثقافة أنا ترجمتها أسلوب حياة. بالظبط. انا اسلوب حياتي من الطفوله ان انا احب ضوء النهار، اكون تصحي بدري تقعدي في الشمس معايا والعب رياضه من طفولتي. مش انا بس، العيله كلها اللي هي كونت لي اسلوب الحياه كلها عيله رياضيه. ده مهم. فاصبحت الرياضه العيله كلها في اسلوب الحياه. نظام الغذاء اللي عندنا مش دايت ولكن نظام صحي. ده جميل. فدي حاجه جميل. ده اسلوب حياه. العيله اللي عندنا دايما خلقت فينا ان احنا نكون طموحين. خلقت فينا ازاي نعتز بالنفس وتبقى في نوع من المصالحه مع النفس. خلقت فينا ان احنا دايما لما لا يصابنا الغرور لما نحقق نجاح. الحياه نجاح وفيها فشل، زي في السكر وفي الفلفل معايا، او السكر والملح. لكن عندنا في ان احنا اللي بيحصل ايه، ان انا مثلا لو اصبت بوعكه صحيه خلاص حياتي انتهت، وعكه وهقوم تاني واخد بالي ان انا بقدر الامكان لا امر بوعكات. اللي هي فكره التقبل. التقبل تقبل اي وضع او اي معايا لما تحصل لي ازمه ما انهارش واصاب باكتئاب. احلها بقدر الامكان، لو ما اتحلتش نحطها في المخزن بتاع السلبيات اللي بيقابلني في حياتي، لكن النجاح موجود الى ابد الابدين. صحيح. قدامه كمان يتدرس. يعني هي دي يعني لو ليكي فلسفه في الحياه. وضروري اعترف ان انا من كبار السن، عشان كده بتقولي انا مش بخبي سني، لكن انا من كبار السن وفي متعه. التجاعيد اللي في وشي دي متعه. يعني انا ما فكرتش ابدا. كل خط خبره زمن.
لا حقيقي ما فكرتش ابدا اروح للدكتور تجميل، مش محتاجه. انا مبسوطه بالتجاعيد دي، جمال كده طبيعيه والطاقه، هي جميله، هي بتديني جمال المرحله اللي انا فيها. صحيح، ما اخدش بقى جمال مرحله سابقه واحطه في المرحله الحاليه. تمام. استاذه نعمت، يومك عامل ازاي برضو؟ يعني انا ازاي عشان تحافظي؟ الحقيقه بصحى برضو بدري، هو ظاهر له علاقه بالصحيان بدري. انا بصحى من الفجر، وده الوقت الاكتر وقت بكتب فيه. بعد كده بفطر، ومع المغرب ابتدي بقى يعني مرحله النوم. من الصبح للمغرب انت يومك بقى يومي طويل، بعمل فيه مشاوير البيت وبكتب فيه وبقرا فيه كتير قوي. والواحد ابتدى يتمتع بصحبه نفسه اكتر من الناس والدوشه بعد الشغل وبعد الكلام ده كله. ده كلام تحتيني. ابتدى الواحد يستمتع بصحبه طبعا بنفسه بالهدوء، مفيش صراعات. خلاص انت مرحله الصراع الوظيفي انتهت. دلوقتي مرحله المتعه. يعني انا فعلا زي ما استاذ قال، انا بعد الستين ابتديت ابقى مبسوطه، غيرت البيت، غيرت نمط حياتي، وجدت شغفي في الكتابه. فكل دي حاجات مايلستونز انا وصلت لها وسعيده بيها جدا. وفعلا الحياه بتبتدي بعد الستين، بعد ما بتنتهي كل مسؤولياتك بيبقى بتلتفتي لنفسك، فبيظهر عندك الشغف، بيظهر عندك الاحلام السابقه كلها بتقدري تحققيها في سنك ده. وانا مش شايفه لا تجاعيد ولا اي حاجه بتاثر، لان الروح لا تشيخ خالص. كلامك كله مهم جدا ويدي طاقه ايجابيه طول الوقت. واهم حاجه قلتي انه فتره الصراع الوظيفي انتهت وببتدي حياتي.